بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زكريا عبد العالي MVP مايكروسوفت، ونواصل في دورة ماوي إكزامل الدرس 20. سنتعلم اليوم كيف نعمل ملتي تيم أو مجموعة من التيمات، أو بما يعرف يعني بعض الأحيان نسميها لايت مود ودارك مود، أي لأننا هناك تيمين فقط لايت ودارك. يعني حاليا يعني في الموبايل عندنا هذا الثيمات، ليس عندنا كما مثل الويب ان تكون مجموعه من الثيمات، نعمل فقط لايت ودارك، هذا هو يعني الاغلب المستعمل بكثره. اذا نواصل في درس ستايل مع الاكزامل، واخر ما قمنا به هو التعرف على ملفات اكزامل ستايل، وتعلمنا ان قلنا هذه يعني هناك ملفات افتراضيين عندما ننشئ مشروع ماوي يعطيني الكولر اكزامل وستايل، وايضا تعلمنا كيف نعمل زر ونغير له ستايل ونعمل الوراثة من هذا. اذا سانقل كل هذا الكود الى هنا، نسميها الدرس الثاني، هكذا تبقى عندكم يعني في الجيت اب. اوكي، اذا تركت فقط الكود الخاص بالواجهه ولا يوجد ستايل هنا. جيد، الان نذهب الى الاب بي. هنا اريد ان الستايل الذي ساضعه هنا سيطبق على جميع الصفحات، لذلك قررت ان اضعه في الاب بي. إذا هناك طريقة وضعه في ملفات أو نضع الكود. حاليا سنتعلم فقط وضع الكود. فمثل ما عملنا مع الزر، فنأخذ الزر الذي كتبناه. إذا هذا هو الزر، ثم نريد أيضا أن نغير شكل اللابل، فنضع لابل نريد ان يكون بنفس الفونت للزر، والتكست كولر سيكون ابيض ايضا. اذا كما تلاحظون لم اعمل كي هنا في اللابل، يعني اوتوماتيكيا عندما اضعه في هذا الملف فاي لابل موجود على الواجهه سيطبق عليه هذا ستايل. اوكي، هنا تركت الكي لأني أعمل وراثة، أحتاج هذا الكي، اسم البيتين أحتاجه هنا. أوكي، أيضا أريد أن تكون واجهة بلون، أوكي، إذا الواجهة اللي هي السكرول فيو. إذا ليس عندي كي أيضا، لأننا كل سكرول فيو سيكون في باك جراوند، به باك جراوند، والباك جراوند سيكون فاليو مثلا راد بلو أي لون. هكذا سنغير في اللون للواجهة، لكن أنا أريد أعمل تداخل في الألوان ديجرادي، يعني تداخل في الألوان. هذا التداخل أين سيتم؟ يتم على الفاليو، لذلك نحذف فاليو من هنا ونكتب فاليو هكذا. إذن أريد التغيير في الفاليو الخاصة بالباك جراوند، وذلك بإضافة خطوط وتداخل ألوان بهذا الشكل. إذن ضفت اللون الأحمر والأزرق يتداخل في يعني الديجرادي، يعني من اليمين إلى اليسار. أوكي، إذا هذا سيطبق على سكرول فيو. جيد، إذا غيرت اللون لللابل ووضعت الكولر للبوتن مثل ما عملنا في الدرس السابق، وننفذ الآن ونرى النتيجة. وهذه النتيجة كما تلاحظون، عملنا اللون الأحمر تداخل بالألوان بالأزرق، لون اللابل سيكون باللون الأبيض، والزر يعني بوستراب دانجر كما عملناه في الدرس السابق. إذن هكذا تعلمنا كيف نعمل واجهة بالألوان.
تطبق على جميع الصفحات لأننا وضعناها في الأبليكاسيون بتارجت تيب. الآن أريد عندما أغير الواجهة، يعني واجهة نظام، عندما نكتب كولر هنا، بالمناسبة هذا الدرس موجود في درس بليزر. عندما أغير الواجهة الخاصة بالويندوز إلى اللون الأسود، أريد أن يتغير التطبيق الخاص بي. وعندما أضعه باللون الأبيض هكذا لايت، أريد أيضا أن التطبيق يتبع هذا التغيير. فكيف أعمل ذلك؟ إذا لحسن حظنا مع بليزر، أو عفوا مع ماوي إكزامل أو في الزامرن أيضا، هناك طريقة لفعل ذلك، مجرد عمل بايندينج للفاليو للكولر. مثلا لنطبقه على التكست على اللابل، أريد أن أغير لون اللابل عندما أكون في مود لايت باللون كذا لايت كولر، وعندما أكون في مود دارك أغيره إلى دارك كولر. وهذه هي عبارة عن ألوان لابد أن نعرف بها، يعني هي ألوان نعرف بها عن طريق خاصية كولر. إذا نذهب إلى هنا ونكتب كولر. إذا كولر عندي لايت كولر باللون هذا الأبيض، ودارك كولر باللون الأسود. إذا أعطيت له كي، يعني أعطيت له اسم، وأعطيت له اسم وهو من نوع كولر وليس ستايل، هو كولر. إذا هذا الكولر أستطيع الوصول إليه من هذا الاسم، هذا الكي، اسم الاختصار هذا أو الاي دي، فأستطيع أن أكتبه هنا عن طريق ستاتيك ريسورس. مثل ما تعلمنا أن قلنا ستاتيك ريسورس هي لعمل بدون يعني بايندينج، بدون ما يكون ديناميكي، يعني سيأخذ القيمة بدون ما يكون ديناميكي، يعني ستاتيك ثابت. إذا هذا دائما، هذا اللابل سيأخذ دائما في المود لايت، يأخذ اللايت كولر اللي هو اللون الأبيض، ويأخذ في الدارك اللون الأسود في الدارك كولر. إذا هكذا نغير في الخاصيات كي تكون، يعني نعمل سويتش ما بين لايت ودارك، ويتغير أوتوماتيكيا اللابل عندما يتغير النظام. فمثلا في الزر هنا في الباك جراوند للزر سنغير الفاليو من هذا الكولر. لابد أن ننشئ كولر لهذا. نسميه red مثلا، red color. وهنا سيصبح red color. و مثلا blue color. إذا سأحذف هذا وسأعمل نفس الشيء إلى هذا. إذا الزر سيصبح لونه باللون الأحمر إذا ما كان لايت، ويصبح أزرق إذا ما كان دارك. سنجرب هكذا. أوكي، هذه النتيجة، لون أحمر خط أبيض، عندما أعمل صامبر يصبح الخط أسود والزر بالأزرق. إذا سأنزع الباك جراوند للخلفية في عندما يكون لايت. كيف نعمل ذلك؟ هنا سنغير الفاليو للباك جراوند، سننسخ إذا نفس الشيء هنا، ونغير الكولر.
إذن الكولر عندما يكون في اللايت، في اللايت، إذن الكولر سيساوي إلى اللايت، وعندما يكون في الدارك سيكون ريد. والثاني سيكون بلو، إذن راد وبلو. والأول عندما يكون لايت يكون أبيض أبيض في كلتا الحالتين هكذا، لا ليس هناك يعني تداخل ألوان. نجرب هكذا. إذن كما تلاحظون حتى الزر الأزرق من المفروض يكون الأحمر هو اللي هنا يعني نعكس، وهنا تداخل ألوان عندما نغير لار فيصبح يعني اللون أبيض هنا والزر باللون الأحمر. والتكست لماذا هنا التكست باللون الأبيض؟ هنا هي باللون الأسود، لماذا؟ عكسنا أيضا التكست نفس التكست. أوكي لابل لايت، نعم وأيضا الزر. الباكجراوند يكون أحمر عندما يكون عاتل. وهذه النتيجة. ونذهب إلى كولر. ونغير. وكما تلاحظون هذا هو المراد فعله. إذا جيد جدا. إذا هي أوتوماتيكيا عندما نغير الواجهة، واجهة النظام تتغير عن طريق APP Term Binding أوتوماتيكيا. مع ماوي نستطيع تغيير التام باستعمال الخاصية APP Term Binding. هل هناك تيمات أخرى عندما نعمل فاصلة؟ هل هناك فاصلة؟ ليس هنا. ديفولت. هناك يعني ثام آخر هو ديفولت. نستطيع إضافة لون آخر ديفولت ليكون الافتراضي مثلا. أوكي هذا تعلمنا كل هذا. إذا الآن سأحذف كل شيء أو أعمل هكذا ونفتح الكود السر. والافتراضي كما تلاحظون هو يفتح color ويفتح style. وندخل إلى style نجد أنه يستعمل الـ APP Term Binding لتغير الألوان، وسنرى نتيجة الآن افتراضيا. يعني عندما ننشئ ماوي تطبيق كما هكذا فيعطيني هذه الملفات، ونغير التام ونرى ماذا سيعمل. ونرى النتيجة كما تلاحظون هنا. لو غيرت الكولر إلى كلير كما تلاحظون باللون الأبيض. يعني افتراضيا ماوي قام بتغيير الألوان، وهذه الألوان موجودة افتراضيا في ملف CSXML وأيضا color XML. أتمنى أن يكون الدرس واضح. إلى درس قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.